بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. هنكمل مع بعض يا جماعة إن شاء الله الجزء الخاص بالريسبونسيف. هنعمل النهاردة إن شاء الله التستيمونيالز والكونتاكت أس، وبعدين هيكون فضلنا الفوتر ودرس الوداع. الموضوع طبعا بيجي بالشكل. دلوقتي الشكل معانا مفيهوش أي مشكلة خالص. الميديا اللي هيكون فيها المشكلة في التستيمونيال هي الميديا 991 اللي هي دي. هنا احنا ممكن نعمل حاجة تريحنا نفسيا جدا لو انت حابب انه التلاتة يكونوا تحت بعض، هتوفر عليك كتير جدا لو انت عايز تعمل كده. يعني لو عملنا الحركة دي وقلت له انه في margin bottom، الشكل ده ظريف وجميل ومريح جدا وهيريحك ان انت تعمل اي حاجة في الريسبونسيف، لكن احنا مش عايزين نرتاح، احنا عايزين نتعبكم معانا ما انتوا عارفين. فممكن نعمل حاجة تانية ظريفة جدا، ان احنا في الميديا اللي احنا فيها دي نخلي الصورة دي ما فيهاش float، مثلا float none بالشكل ده، ونخلي الانفو دي كلها التكست اللاين بتاعها center، هتكون ظريفة جدا. ونشوف الصورة نشيل منها كمان المارجن بالشكل ده. هنا الشكل ظريف وجميل وزي الفل ومفيهوش مشكلة خالص. وممكن بقى بعدها لما تيجي تروح للأقسام التانية ترجع الكلام ده وتخليهم جنب بعض تاني لو انت عايز، مفيش مشكلة خالص. طيب حلو قوي الكلام ده وزي الفل ومفيهوش مشكلة. طب تعالوا مع بعض نشوف احنا محتاجين نعمل ايه. اول حاجة انا محتاج البيرسون انفو ده اللي هو ده overflow hidden، ده هيكون في الميديا اللي هي max width 991 بيكسل. ده العنصر بتاعنا هيكون التكست align بتاعه center بالشكل ده، و overflow visible خليها جنبها مفيش مشكلة مش هنزعل. لو عايز يعني تريسيت الاوفرفلو هيدن عشان بس يبقى كل حاجة قدامك تمام جدا. الشكل طبعا ما زال ظريف بس لا مش ده اللي احنا عايزينه. الصورة بقى اللي بعدها هي اللي هيكون فيها التنسيقات، هنيجي بعدها على طول عند الصورة، ادي الصورة بتاعتنا هنا، وهنقول له اول حاجة float none عشان نريسيت الفلوت. المارجن هيكون زيرو، عايز تكون دقيق جدا فهتقول له margin right zero عشان ما ترهقش المتصفح كده. انا بريست بالظبط القيمه اللي انا عايزها بالشكل ده. ده الشكل العادي بتاعنا بتاع التستيمونيالز، ما فيهوش اي مشكله خالص وما عملناش مجهود فيه. لو جيت بقى انا رحت مثلا على الميديا اللي بعدها، هنا الميديا اللي بعدها بقى هي اللي فيها مشكله، انه انا دلوقتي فين عشان بس تكونوا عارفين. انا دلوقتي في 700 اللي هو الميديا 767 ولسه نسخه الموبايل. الموبايل هيكونوا كلهم تحت بعض خلاص ما فيش مشكله. هنا ال 767 انت ممكن تعمل ايه؟ لو جينا مثلا عند التي اس بوكس ده وعملت فيه الحركه بتاعت ال 100% بنفس الشكل ده، بص ما زالت ظريفه وحلوه وفي نفس الوقت هتبقى في الموبايل بالشكل ده. يبقى احنا محتاجين التي اس بوكس ده في الميديا اللي هي 767. انا هنزل هنا على التي اس بوكس اللي هو الاساس، اول واحد خالص اهو هو الاساس والباقي كياس. وادي ميديا ماكس ويتس 767 بيكسل، هنقول له ان الاخ ده محتاجين الويتس بتاعه يكون 100% بالشكل ده، ومحتاجين انه ما يكونش فيه فلوت نان، ومحتاجين ايه تاني مارجن بوتوم 10 بيكسل 20 بيكسل 15 زي ما انت عايز مفيش مشكلة خالص. الشكل هنا ظريف وجميل، هنا ظريف وجميل، هنا ظريف وجميل. نشوف كده على الموبايل بصة، حلو جدا على الموبايل والحمد لله مفيهوش اي مشكلة خالص. ومحتاجين حاجة كده ممكن ما نكونش خدنا بالنا منها، هتقولي ما خدناش بالنا منها، احنا بنتفرج اصلا انت اللي ما خدتش بالك منها. اقولك ماشي حاضر انا ما خدتش بالي منها ولا تزعل. دلوقتي التستيمونيال ده ممكن نوسطه، هيبقى ظريف جدا صراحة لو وسطناه. فانا هاجي عند الاخ ده نشوف نوسطه في الموبايل ولا في الميدياس كلها. هنا ممكن الوسط حلو، هنا لا. يبقى احنا محتاجين في الموبايل او في النسخه اللي هي ال 767، خلينا نشوف هنا، يعني مش عارف حتى التوسيط هنا ممكن يكون ظريف. حلو جدا. طيب نجيب الهيدنج الاول، ادي الهيدنج اهو، وهقول له ميديا بعدين ماكس ويتس 767 بيكسل، وهقول له تكست الاين سنتر بالشكل ده هنا اهو تمام وزي الفل. الكونتاكت اس اخر حاجه معانا في الدرس، زي ما انتم شايفين شكلها ظريف جدا مش محتاجه ريسبونسيف خالص. يا عم هتقول لي شكلها ظريف ايه بس، دي شكلها ظريف ازاي يعني؟ هنا في الشاشه دي حلوه، ما زالت حلوه اللي هي فيها الثلاثه جنب بعض. من اول بقى ال 767 هنا مش حلوه، هنا ممكن نخليهم كلهم بقى تحت بعض. حلو جدا.
انا محتاج ايه هنا؟ محتاج ان الليفت ده ما يكونش فيه فلوت ليفت ولا حاجه، والويدث بتاعه يكون 100%، بس كده. الكلام ده فين؟ في الليفت وفي الرايت، يعني الكونتاكت فورم دوت ليفت والكونتاكت فورم دوت رايت ما يكونش فيهم فلوت، والشكل قدامك هو زي الفل وما فيهوش اي مشكله خالص. طب حلو جدا، ادي الليفت وادي الرايت، وبعدين نعمل الميديا بتاعتنا ونحطهم الاثنين تحت بعض لانهم كده كده تحت بعض اصلا. ادي الليفت وادي الرايت، وهقول له فلوت نان وبعديها ويدث 100%. هتقول لي بقى طيب الميديا بتاعتنا ماكس ويدث 767 بكسل بالشكل ده، وادي الشكل بتاعنا. وعلى الموبايل ممكن نبص بص على الموبايل، ظريف جدا على الموبايل، الموقع بتاعنا ما فيهوش سكرول ولا حاجه، كله تمام وزي الفل ومتظبط على الموبايل، وفضلناش غير الفوتر ودرس الوداع والنقاش. يا رب يا جماعه الدرس يكون بسيط وسهل وعجبكم، واشوفكم ان شاء الله في درس جديد، والسلام عليكم.